كارمن سليمان منورانا النهارده في فوشيا. عايز اتكلم النهارده عن حفلتك ومعاييرك لكل حفله ايه؟ ميرسي، ربنا يخليك. يعني انا بتبسط قوي بصراحه لما بيكون في حفلات، طبعا يعني جماهيريه وكده، بس كمان الحفلات اللي بتكون فيها يعني جمهور او يعني في مدعوين، يعني بيكون ليها برضو يعني طبع كده حلو وهادي. فمبسوطة ان انا هنا وان شاء الله تبقى ليلة حلوة. يا هدوء من هدوء كارمن يعني. انا على فكرة انا ببان يعني ان انا وقورة اكتر من شخصيتي الحقيقية يعني، لكن انا بالعكس والله بحب الفرفشة يعني. بس الوقور بتاع كارمن ده بيحطها في جزء معين للجمهور، هل مقصود ولا لا اصلا؟ لا والله مش مقصود خالص، بس يعني هو يمكن على حسب كمان الحاجات اللي انا بقدمها. يعني في حاجات بتكون يعني بتكون مثلا فيها هدوء او كده، فبتلاقيني كده. الحاجات اللي بيبقى مقسوم الحاجات دي بتلاقيني فرفوش عادي يعني. سجل مع استاذ ايهاب وقال لي كارمن ينقصها حاجه واحده، الحظ ده. لا يعني ان شاء الله والله. شوفي ده بينقصك ولا لا؟ بص يعني انا راضيه جدا الحمد لله بكل اللي انا واصله له. يعني يمكن الخطوات متاخره شويه، لكن بالعكس انا حاسه ان انا واصله لحته حلوه قوي الحمد لله. كان في مره قالت ان لو حد هيعمل السيره الذاتيه بتاعتها تكون كارمن. شرف كبير ليا طبعا طبعا، نغمه يعني من يعني بموت فيها يعني. بتشوف فيك ايه من انغام وانغام فيها ايه من؟ ما هو مفيش زي انغام يعني، كده كده مفيش زي انغام خالص. انا يعني بحب اغاني نغومه يعني من زمان جدا يعني، فمن يعني مش عارفه اعدلك يعني اصلا الاغاني دي قد ايه يعني، ان هم يمكن بجد كلهم. هي ما فيش غير واحدة يعني. عجبني الحدية قوي في جوزك بصراحة، سألوا مين صوت مصر، أنا غير مرشينة لون كارمن، حيادي قوي جدا. يدخل البيت جدا جدا. لا أنا اتكلمت في الموضوع ده، أنه في الموضوع ده بس اتكلمك عنه هو كمان. يعني هو مصطفى يعني مقتنع بيا جدا يعني، بغض النظر عن أنه إحنا متجوزين يعني، بس هو بجد اتكلم عن رأيه يعني اللي هو شايفه يعني. بتاخدوا رأي بعض دايما؟ هو بتاخدي رأيه دايما على طول؟ على طول باخد رأيه وبياخد رأيي في حاجات كتيرة يعني على طول مع بعض. وكمان أصلا يعني إحنا يعني شركتي اللي هو CS Music هو المنتج، فهو فأكيد يعني بناخد رأي بعض في كل حاجة. عرفت مؤخرا أنت تعملي حاجة مع عمرو مصطفى، فجونرا مختلفة تماما. ان شاء الله. انا متحمسه جدا للاغنيه دي ومتحمسه قوي ان انا هشتغل. هي مش اول مره مع عمرو مصطفى، بس اول مره اشتغل في اغنيه تخصني انا يعني، ما تبقاش اغنيه مناسبه.